عايز اتكلم في البدايه قبل ما ادخل في المواضيع المهمه اللي بتهم حضراتكم كالعاده، عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا. عن هي البرامج في الاعلام مش معنى بتتكلم، او هو برنامج مش معنى بنتكلم على فكره لائحه الاسترشاديه النادي الاهلي، مش عارف مايسترو صلاح سليم قال ايه وشمال ولا يمين ولا فوق. هي نوعية البرامج، هي فقرة الاهلي دي مش هنخلص منها يا فندم. ده في اندية ما فيهاش ديمقراطية خالص، ده لغو الشباب ولغو، والله ما بتكلم على حد. وعلى فكرة تاني، لو عايزين نتكلم على حد هنتكلم، ولما بتكلم على منافس يبقى اكيد بتكلم على نادي الزمالك، بس ما بتكلمش عنه غير بكل خير. بمعنى لما اتكلم على نادي الزمالك، النادي الاهلي عمل لائحه وعرضناها لحضراتكم، وعمل بيديها لكل عضو وهو داخل مع البوابه على مدار الاسبوع اللي فات كله، عمل ندوات. هي دي الديمقراطيه، الاهلي بيت الديمقراطيه في مصر، الاهلي بيت الحوار في مصر. ادخل عبر، قول لا، شارك، اتكلم في كل فروعك. الاهلي عمل كده؟ اه الاهلي عمل كده. طب اللي ما عملش خالص ده، هو الناس عامله اللي هي مش شايفه ليه؟ مش من حقنا نسأل؟ هي الناس ما بتتكلمش خالص ليه؟ أدي دي نقطة. النقطة التانية، هو ليل ونهار على مدار الأربع سنين اللي فاتت تصحى من النوم بتدور تهاجم النادي إزاي؟ هنا مش فرد بقى، أنا بكلم مجاميع. أنت بندور اللي إحنا هنهاجم في إيه النهاردة؟ هات لي هفطر كوباية شاي بحليب ومعاها ساندوتش جبنة رومي. بقول لك ايه، محمود طاهر غلط في ايه؟ طب استنى كده اما نشوف حسام البدري هيلاعب صالح ولا لا؟ طب عمرو بركات جاب جون وما لعبش. طب ده الاهلي واخد كل حاجه، وفي انديه ما خدتش حاجه خالص للوضع اللي انتوا عاملينه ده. ده الاهلي واخد كل حاجه، العاب جماعيه، ده مش على المستوى المحلي الافريقي، قلنا وهنقول دوري وكاس، جماعه البطولتين من 10 سنين. وفي الاخر حاطط النادي الاهلي في مربع الضغط والهجوم ليه؟ مش فاهم انا. هو لازم اللوائح تبقى ملاكي وعلى الكيف؟ يعني سيبكم من فكره اللي انا بقول الضغوط والماتشات وبتكسب والكلام اللي انا بقوله، انت كسبان كل حاجه، غيرك مش كسبان حاجه والناس ما بتتكلمش. ودن من تين ودن من عجين. اللي خايف يقول يا جماعه. اللي خايف يرفع ايده ويقول كده وخلاص ونبقى فاهمين. ده النادي الاهلي لو عمل الشكل بتاع ال 18 19 ولا ال 20 لعيب في الصفقات في انديه ثانيه، اقسم بالله لا امه لا اله الا الله، والبرامج مش هتسكت. حد بيناقش؟ لا. حد بيقول حاجه؟ لا. احترامي للجميع، لكن انا بنقل لكم صوره واضحه للناس كلها، لكن فقره الاهلي بتاعت كل يوم دي اللي ما بنخلصش منها. فدي نقطه واضحه للناس والاهلاويه. شوفوا اراء الجماعيه العموميه وهجومهم على احد الاعلاميين بالسوق، ولا حد قال لهم؟ قول، قال لك في استياء، احنا لو ما تاخدوا موقف. وهنا كانوا بيخاطبوا، انا بحكي الحقيقه، ما تاخدوا موقف زي الكابتن صالح سليم ما عمل قبل كده. فانا ماليش دعوه ولا بتكلم، انا بحكي دور الاعلام هو ناقل للحقيقه او ناقل للحدث، ده اللي انا شفته فبحكيه لحضراتكم. ادي دي نقطتين. النقطه الاولى اللي هي احنا مش معنى النادي الاهلي، وهنا انا كبير وعارف اللي انا كبير وعارف اللي انا ما يشغلش دماغي، اللي انا حتى على مستوى المسؤولين لما تيجي تخاطبني تخاطبني عن طريق الاعلام وخايف تبعت لي فاكس، لان انت عارف اللي انت غلط. وحبايب لحضراتكم كل حاجه دلوقتي، ف ما تناقش الانديه المنافسه. بتطلعوا تقولوا اتحاد كره القدم خايف، عمل القرار الاربع انديه عشان خاطر نادي الزمالك. طيب ماشي اوكي. طب والباقي؟ طب والديمقراطيه اللي مش موجوده غير في النادي الاهلي، والحوار اللي اتعمل غير في النادي الاهلي، هو ده اللي الدوله بتطالب بيه. فاللي انا عايز اقوله مره ثانيه وثالثه ومليون، احنا بنطالب اللي اتعاملوا الانديه كلها تبع بعض. فكرة النادي الاهلي دي هنرد عليها، احنا مضطرين لنعمل كده كل يوم. اي حد هيتكلم كلام غير موضوعي ومش حقيقي على وجه على الارض اللي احنا اللي ماشيين عليها، لا هنقول وهنتكلم. احنا عايزين نحمي نادينا
ونمشي ورا قرارات نادينا، وده دور قناه الاهلي. السياسه هنا الاهلي قال شمال شمال في الحق، فاحنا بنمشي ورا الحق. والله يرحمه لو عايش الكابتن صالح سليم وليه حق واللوائح بتديله الحق، هيضرب بايد من حديد وهيبقى فيه ظهير وراه، واحنا بنضرب بايد من حديد لان الاهلي ليه حق، وهي دي الحقيقه. طيب